طب أميمة، يعني أكيد برضو من مجال دراستك أو إن أنت كنت هناك أصلا ليكي أصدقاء من الصين أو الحاجات دي كلها، هل أو قولي لنا أنت شايفة إزاي إنه فيروس كورونا أثر عليهم أو الكلام اللي بيوصلك منهم لو في علاقات يعني؟ في اثر عليهم. انا شفت التاثير ايجابي بصراحه، يعني زي ما قلت لهم ان الصين عندها ميزه انها بتعرف تعمل من الازمه حاجه ايجابيه، بتزودهم ثقافه نفسهم ان احنا يعني ازمه بالحجم ده قدروا يعدوها، فطبعا ده خلاهم اكتر ثقه. يعني اتمنى ان هم ما يتقلبش الغرور او يتقلب ان هم عنصريه بقى ضد الاجانب، ان احنا عدينا وانتوا لسه. وده ممكن نشوفه بس في حالات فرديه يعني، لكن في حالات فرديه مع الناس بقى ده طبيعي بالتعامل المباشر، اللي هو احنا عدينا وانتوا لا، احنا بقينا كويسين وانتوا لا. فده ممكن بنقابله بقى في حالات فرديه جدا يعني. بس اللي شفته ان هو لا، ان هو زودهم ثقه، وزودهم ثقه كمان في الحكومه نفسها، ان احنا لازم ان احنا ننفذ اللي بيقولوه، علشان هم اللي اكثر علما وهم هم المطلعين على الوضع، فاحنا المفروض نسمع الكلام اللي هم بيقولوه. فاحنا برضه ننفذ اللي الحكومه بتقوله لنا، يعني نعمل ايه؟ يعني نقعد في البيت، خليك في البيت.